طويت صفحة منصة صيرفة وراح تتخبى بالجوارير وبكتب التاريخ المظلم للبنان، وفتحت صفحة جديدة وهي منصة بلومبرغ الدولية. عجرب بهالفيديو الصغير احكي ببعض أكيد الحسنات، لكن كمان التفاصيل والقطب المختبئة بهالقرار الأخير اللي تم بمجلس الوزراء يوم الخميس. إن منصة صيرفة رح تذكر بكتب التاريخ وبتاريخنا المالي والنقدي وغيره، من جهة بسلبياتها لأنه بالنهاية بلشت تكون سعر الصرف الجديد، وقتا كان سعر الصرف بعده على 1500 ليرة، وقتا انرفع إلى رسمياً إلى 15000. إن منصة صيرفة كان قريبة من سعر سوق السوداء، وما رح ننسى الكباش الكبير اللي كان بين منصة صيرفة وبين السوق السوداء لنشوف مين رح يكون حاطط ايديه على السوق. فاليوم بقرار رسمي طويت صفحة منصة صيرفة، ورح نحكي فيها أكيد بالمستقبل العاجل. أما فتحت صفحة جديدة وهي منصة بلومبرغ اللي رح تكون المنصة الرسمية لتسعير سعر الصرف. اليوم لا شك أن مؤسسة بلومبرغ الدولية إلى إيجابيات كتير كبيرة ومعروفة دولياً، وقدرت تكون عم تعطي أسعار صرف بعدة بلدان بطريقة إيجابية. فاليوم لا شك أن منصة بلومبرغ رح تكون أكثر بكتير شفافة من منصات داخلية. منصة بلومبرغ رح تلحق قواعد مالية ونقدية وحوكمة رشيدة من هاللي كنا عم نطالب فيها من أكثر من 3 سنوات. منصة بلومبرغ معروفة وخاصة هي دولية، لأنه لسوء الحظ خسرنا الثقة تماماً بأي منصات داخلية، لأنه منعرف الضغوطات السياسية وغيرها اللي كان دائماً بتأثر على أسعار الصرف. أما من جهة تانية لازم نكون واضحين جداً ونفسر لكل اللبنانيين أنه هالمنصة جديدة مش يعني انتهوا أبداً كل مشاكلنا المالية والنقدية. بدنا نكون كمان شفافين أنه هالمنصة جديدة مش يعني أنه نردوا أموال المودعين. عدة تساؤلات بتسألوا، وبكل دايماً بنعرف أنه العناوين بلبنان دايماً حلوين وشعبوية وكلنا بنركض وراها، أما الشيطان يكمن في التفاصيل، وفي عدة تفاصيل وتساؤلات كبيرة وين ما حدا عنده جواب إلا رح جرب فصلهم بهالفيديو. النقطة الأولى، إذا كانت منصة صيرفة استبدلناها بمنصة بلومبرغ، مين بيقدر يأكد أنه هالمنصة رح تتابع رسمياً ورح تكون هيدي المنصة لتسعير سعر الصرف؟ هل يعني وفي إمكانية إلى ضبط كل المنصات الإلكترونية هل منعرف أنه أيادي سوداء كثيرة كان وراها، ولحد دقيقة ما عنا اسم من كان وراها وكان فينا نضبطها ما بحقيقة انضبطت؟ فاليوم إذا جاي منصة بلومبرغ زيادةً إلى منصات الإلكترونية، طبعاً ما في شيء بيأكد أنه رح تتلاحى. أما النقطة الثانية والأهم، اليوم إذا صارت منصة بلومبرغ الأساس لتسعير سعر الصرف، أول سؤال لازم نسأله الحكومة، هل عنبقى بسعرين سعر الصرف رسميين؟ يعني سعر الصرف 15000 هل هو سعر الصرف الهيركوت المبطن، وين المودعين واللبنانيين عم يخسروا أكثر من 85 لبل 87% من قيمة ودائعهم، وهذا سعر صرف رسمي؟ أما بحياتنا اليومية بيتبعوا كانوا سعر صرف صيرفة، واليوم تغير الاسم عيد بعوا سعر صرف بلومبرغ، حتى لو التسعير هو رسمي وواضح، هل اليوم صار في اتفاق إلى اتباع منصة صرف وحدة رح تكون مش فقط للضرائب وللحياة اليومية لكن كمان للودائع، ورح تكون عنا توحيد سعر صرف، أو نحن بعدنا عن كفة بعدة أسعار صرف ومنا منصة جديدة لنقدر نلهي العالم؟ أما النقطة الثالثة والأهم، نعرف أنه بلبنان أصبح اقتصادنا أكثر من 50% اقتصاد غير رسمي، وبرجع وبشدد أنه منصة دولية مثل منصة بلومبرغ اللي بتتبع كل القواعد الإلكترونية الواضحة والشفافة بتلحق الأرقام، يعني بتلحق الاستيراد والتوريد، بتلحق على ساعة وعلى ثانية كل المعاملات الصرف وغيرها اللي بتصير. لكن بدنا نذكر أنه هيدي منصة إلكترونية رح تلحق كل شيء رسمي وكل شيء بالقيود، أما كل شيء بسعر السوداء اللي قسم كبير من سوقنا و50% صار اقتصاد كاش لما أقول أكثر من هيك، صعبة
انه هيك منصه تقدر تديريها. فاليوم هل نحن متاكدين انه منصه بلومبرغ رح تربح الكباش على منصات السوداويه؟ هل نحن متاكدين انه السلطه اللبنانيه وخاصه الامنيه رح تلاحق كل الصرافين غير الشرعيين ومين وراء هالمنصات؟ وبنتمنى نوصل باسامي واضحه ورح نكون عندنا منصه واحده رسميه. اذا هيدا موضوع فنسمعه رسميا من السلطات، واكيد نحن ما بنقدر الا نحبذ منصه جديده عم تلحق كل القواعد الدوليه الالكترونيه، تاخذ كل الارقام الرسميه اكانت بالاستيراد والتوريد وكل المعاملات، وتقدر تعطينا سعر صرف واحد. النقطه الرابعه والاهم انه وقت عم نحكي بمنصات الكترونيه لازم الكل يعرف انه ما عاد في اي ضوابط. يعني اليوم سعر الصرف بمعاملات واضحه بيقدر ينزل وبيقدر يطلع بطريقه كثير كبيره، لانه منصه دوليه مش يعني رح يكون في عنا تثبيت لسعر الصرف. هيدا يعني حتى فينا نوقفها بركي، لكن فيها تطلع بارقام كثير عاليه. وبنعرف انه السوق اللبناني بنفس الوقت اقتصاد صغير، فممكن يكون عم يتلاعبوا فيه حتى حيتين السوق السوداء بيقدروا يتداخلوا مباشرة بهالمنصة بمعاملات كتير كبيرة ويتلاعب بسعر الصرف. اليوم برجع بنهي لما أقدر زيد الكلام، اليوم أكيد كقطاع أعمال واقتصاد منحبز يكون عنا دور دولي عم يتلاعب. أكيد من الإيجابيات اليوم يكون ربط الاقتصاد اللبناني مرة أخرى بالاقتصاد الدولي هي إيجابية، لكن نفس الوقت لازم نعرف أنه مش يعني أبداً نحلوا مشاكلنا. في تفاصيل كتير كبيرة بعد ما تحددوا منهم واضحين، في قسم كتير كبيرة ممكن هالمنصة ترجع على أيادي نحن ما بنعرفها، وما حدا أكد أنه عم نروح إلى سعر صرف موحد. والأهم وبشدد فيه، إذا نحن كفينا عنا سعرين، سعر إلى الدفع وإلى المصروف اللي رح يصير منصة بلومبرغ، وسعر إلى الهيركات والخسائر اللي هي المنصة الرسمية، هو عم نروح يعني من كارثة إلى كارثة. نقط استفهام كتير كبيرة بتمنى ينرد عليها بأسرع وقت. ومرة أخرى نحن متخوف، لأنه الخبرة بنعرفها بلبنان أنه منحب الشعارات منحد العنوانين، أما بالتفاصيل والمضمون أكترية الوقت ما بيكون موجود. وشكرا.